السلام عليكم. شكرا على الدعوة الكريمة من جماعة العدل والإحسان التي أتاحت لي الفرصة لأتحدث أمامكم في موضوع هذه الندوة المهمة. عندما اطلعت على الورقة أو ما سمي بأرضية هذه الندوة، كانت هناك عدة أسئلة مطروحة، وأريد أن أبدأ مداخلتي بالاسترسال في طرح المزيد من الأسئلة التي تدخل في صميم هذه الندوة. لماذا فشلت دول الربيع العربي في التحول من أنظمة عسكرية أو تسلطية إلى أنظمة ديمقراطية؟ لماذا أخفق أو تعثر الربيع العربي واصطبغ بلون الدم في أكثر من بلد عربي؟ هل فشل ثورات الربيع العربي يعني فشل تجربة الانتقال الديمقراطي في دول الربيع العربي؟ وإذا كان الأمر يتعلق فعلاً بفشل، فهل هذا راجع إلى الافتقار إلى الثقافة الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية، أم إلى استفحال النزعة الاستبدادية المتجدرة داخل دول ومجتمعات الربيع العربي؟ ثم لماذا فشلت قيادات الإسلاميين للحكم في مصر وتونس؟ وما السبب وراء فشل الإسلاميين العرب فيما نجح فيه نظراؤهم في ماليزيا وإندونيسيا وتركيا؟ وهل كان العالم العربي سيكون في وضع أفضل مما هو عليه اليوم لو لم تقم ثورات الربيع العربي؟ من يا ترى وأدى الربيع؟ ولماذا وكيف وأين؟ هل الربيع العربي جاء قبل وقته؟ هل موت الربيع العربي في نسخته الأولى ما هو إلا تمهيد لولادة نسخته الثانية بعد أن تكسر حاجز الخوف لدى الشعوب العربية؟ ولماذا نجحت ثورات كثيرة عبر التاريخ أو عبر تاريخ الشعوب في مناطق أخرى من العالم كأوروبا الشرقية في تسعينات القرن الماضي وأمريكا اللاتينية في ثمانينياته، في حين أدار النجاح ظهره لثورات الربيع العربي؟ يمكن أن نطرح ما لا ينتهي من هكذا أسئلة، كما يمكن أن نقدم أجوبة سريعة عن أسباب فشل الربيع العربي من قبيل القول عدم جاهزية المجتمعات العربية للثورات وغياب الوعي الشعبي لمفهوم الثورة وعدم ثقة الشعوب في حكم نفسها بنفسها، مما جعلها تحن إلى أنظمتها الاستبدادية أو المستبدة حفاظاً على استقرارها وأمنها. الثورات العربية في أغلبها كانت عفوية تماماً، كما حصل في تيانامين في الصين نهاية الثمانينات القرن الماضي، حيث تم سحق تلك الثورة في مهدها. وفي المقابل نجد أن ثورة استمرت في الزمان وبقيادة تاريخية قدمت التضحية والنموذج، نجحت في تحقيق مطلب نموذجها وهي جنوب إفريقيا التي أعطتنا نموذجاً ديمقراطياً متفرداً. وربما هناك من سيتهمنا بالتسرع في الحكم على الربيع العربي، إذ لا يمكن أن نتوهم بأن التغيير يمكن أن يتحقق في عام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة أو ست أو في عقد أو عقدين. وأخيراً، فشل الربيع العربي هو سر نجاح الثورات المضادة، بما أن قوة الثورات استمدتها من ضعف هذا الربيع، فتشتت وتنازع وتفرق قوى التغيير التي حملت لواء الربيع هو نفسه عامل قوة الطرف الآخر. وبعيداً عن هذه الأجوبة السريعة والجاهزة، يجب التأكيد على طابع هذه الثورات العفوي الذي شكل أحد عناصر الخلل التي رافقتها منذ البدايات، كما يجب التأكيد على أنه ليست كل الثورات التي عرفتها البشرية على امتداد تاريخها حققت جميعها ما قامت من أجله. لذلك فالفشل لا يلغي الطابع الثوري عن هذه الثورات. وانطلاقاً من هذا الإقرار أولاً بهذا الطابع الثوري لكل أشكال الحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة العربية، يمكن أن نذهب بعيداً في البحث عن أسباب هذا الفشل أو التعثر،
بما أن بعضها ينبع من مقومات الدولة العربية الحديثة التي حكمت البلدان التي شهدت الربيع العربي. وكما يقول ستيفن ليفيتسكي صاحب كتاب التسلطية التنافسية، تمت أنواع مختلفة من الأنظمة التسلطية التي تحكم حول العالم. هناك أنظمة تسلطية لكنها تتيح حداً أدنى من التنافسية في الانتخابات ووسائل الإعلام والتعددية الحزبية. ربما يتم تزوير نتائج الانتخابات، أو يتعرض المعارضون السياسيون لاعتقال دائم أو مستمر، لكن هناك درجة من الليبرالية في التعامل مع المعارضة وفي إدارة المشهد السياسي. وهناك أنظمة تسلطية أطلق عليها لقب مهيمنة، أي أن نتائج الانتخابات إذا كانت تحصل فيها انتخابات تكون معروفة مسبقاً ولا وجود للتعددية الحزبية أو الإعلامية فيها. في النموذج الأول من هذه الأنظمة التسلطية، نموذج تونس، مصر، اليمن، الجزائر وبعض الأنظمة الملكية العربية، التنافسية تكون احتمالية والتحول باتجاه نظام ديمقراطي أعلى بكثير، في حين تكون احتمالية التحول النوع الآخر من الأنظمة التسلطية المهيمنة، نموذج سوريا وليبيا والعراق في عهد صدام حسين، إلى نظام ديمقراطي تكون ضعيفة للغاية. وحتى لو حدث التحول فإنه قد يقود إلى نموذج من اللا استقرار في النظام السياسي أو العودة باتجاه الحكم الاستبدادي. وفي حالة الثورات العربية فقد اصطدمت في أغلبها بهياكل مستبدة تعود إلى الأنظمة السابقة، لا تريد التحول نحو دمقرطة المؤسسات وإدارة عملية التحول بذاتها كما جرى في مناطق أخرى من العالم كأوروبا الشرقية مثلا. وبالعكس فقد أدت هذه الهياكل دورا تدميريا ليس في عرقلة التحول فحسب، وإنما عبر المساعدة في خلق منظمات عسكرية غير حكومية بهدف عرقلة عملية التحول والانتقال. ولذلك انتقلت كل هذه البلدان إلى مرحلة من الفوضى العسكرية وليست السياسية فحسب، وهذا ما فتح الباب واسعا لدخول هذه البلدان إلى حروب أهلية مدمرة. اليوم مصر تعيش تحت حكم ديكتاتورية عسكرية جديدة، بينما انزلقت كل من ليبيا واليمن وسوريا إلى حروب أهلية. والأنظمة المحافظة والملكية التي أربكتها رياح الربيع العربي في مرحلة أولى سرعان ما عززت من حضورها وربما شرعيتها أمام شعوبها في مرحلة لاحقة. لذلك إذا أردنا أن نفهم لماذا وصل الحال إلى هذا الوضع البشع أو التراجعات الكبيرة وما هي الدروس التي ينبغي تعلمها، فعلينا أن ننظر إلى ما هو أعمق، أي الفشل الكارثي للمؤسسات، حيث عرت رياح الربيع العربي عن إخفاقات مؤسساتية في كل مكان. لقد اتضح أن الانتقال الديمقراطي لا يتعلق بمن تستطيع الإطاحة به أو من تستطيع إحلاله محله، وإنما يتعلق بكيف تستطيع تغيير الشبكة الضخمة من المؤسسات التي يقوم عليها النظام السابق أو على الأقل إدارتها لصالحك. وإذا لم تستطع تغييرها أو إدارتها، وعادة لا يمكن ذلك بسهولة، أو فإن ثورتك محكوم عليها لا محالة بالفشل. فعلى طول عقود من الزمن نجحت كل الأنظمة التي كانت قائمة في إقامة نظام يكاد يكون متشابها، يقوم على القضاء على كل معارضة مستقلة فيما كيفما كان نوعها، تستطيع أن تتحداه وتحويل القضاء إلى أداة لملاحقة الخصوم السياسيين، وعلى إعلام يتحول إلى آلة بروباغندا لتمجيد النظام القائم. نفس الوضع تقريبا كان قائما في تونس مهد الثورات العربية الحديثة،
لكنها نجحت حتى الآن في تجنب مصير شبيهاتها، وخرجت من ربيعها بشيء يقترب من ديمقراطية حقيقية. والسبب يكمن في أن النظام السابق لم ينجح في تجويف مؤسسات الدولة قبل الثورة، فنجاح ثورة تونس اليوم أو على الأقل استمرارها يعزى إلى مؤسسات مجتمعها المدني القوي والحضور القوي للمرأة داخله، ووجود مؤسسات وسيطة قوية حمت الثورة وحالت دون انزلاق البلاد إلى العنف أو انهيار الدولة. وكلنا نتذكر الدور الكبير الذي لعبته رباعية الحوار المكونة من أكبر نقابة عمالية تونسية مع أكبر منظمة لرجال الأعمال واتحاد المحامين ومنظمة حقوق الإنسان، فقد دفعت هذه الرباعية الفصائل السياسية المتصارعة نحو التوافق وساهمت في نزع فتيل التوترات السياسية. إن ما سمي بالربيع العربي هو مجموعة ثورات شكلت عندما انطلقت حدثا تاريخيا في بلداننا، وقد عبرت عن ذلك الشعارات التي رفعتها، وملخصها طبعا هي الحرية والكرامة والعيش الكريم. وداخل هذه الثورات أو بالأحرى بفضلها ظهرت قوى سياسية إسلامية لعبت وما زالت تلعب أدوارا مهمة داخل ديناميكاتها المختلفة، وهو ما يطرح اليوم عليها سؤال تقييم تجاربها ومساهمتها سواء في الثورة أو في الحكم الذي يختلف من دولة إلى أخرى. ويبقى ما يجمع بينها كلها هو الفشل الذي كان مآلها كقدر محتوم، ولا يمكن الحسم بأن هذا الفشل فرض عليها، لأن ذلك سيسقط مسؤولية الإسلام السياسي في تحمل خسائر فشله في تدبر أو تدبير الحكم. وبناء على تجارب القوى الإسلامية على اختلاف أنواعها خلال مراحل ثورات الربيع العربي، يطرح اليوم السؤال: هل تعلم الإسلاميون من التجارب القاسية التي مرت بها قوى إسلامية؟ وإلى أي حد هم مستعدون لإعادة التفكير في مناهجهم لطرح أفكار مستنيرة شجاعة تسعى إلى تحرير الدين مما قادته إليه تنظيمات سلفية تفكيرية، وجعل القيم الإنسانية الكبرى في الإسلام الأساس الذي تستند إليه القوى الجديدة في دعوتها للمشاركة في بناء مشروع وطني ديمقراطي يكون فيه للإسلام بقيمه الكبرى دور في عملية التقدم والبناء. ما هو ملموس هو أن الإسلام السياسي حمل معه إلى السلطة والمسؤولية أسباب فشله البنيوية والموضوعية، من قبيل انعدام ثقافة الديمقراطية عند بعض هذا التيار، وغرور البعض منه المفرط بقوته المفترضة في الشارع، وضعف كفاءة أطره، وقلة تجاربه في التدبير أو انعدامها في كثير من الحالات، وانتهازية ونفاق بعض فصائله، وانسياقه وراء شعارات قواعده شبه الأمية، وتشبته بأفكاره القطعية وأحكامه المسبقة، وعدم وضوح رؤاه، وفي حالة أخرى سعيه إلى الغموض والتقية. يجب أن نطرح السؤال بشجاعة عن مدى مساهمة الإسلام السياسي في تعطر التحول الديمقراطي، وهو تساؤل له راهنيته بالنظر إلى التحولات التي عرفتها المنطقة العربية في السنوات الأخيرة، والتي أوصلت التيارات الإسلامية إلى سدة الحكم لأول مرة في تاريخها. لكن النتائج المنتظرة من هذا الصعود الكاسح لتيارات الإسلام السياسي لم تكن في مستوى التوقعات، حيث تمت الإطاحة بحكم الإسلاميين والإجهاز على تجربتهم في مصر، وعانوا الأمرين في تونس، وصادفوا مصاعب جمة في المغرب، ما أدى إلى اتهام التيارات الليبرالية والعلمانية واليسارية للإسلاميين بعرقلة التحول الديمقراطي في البلاد العربية، في حين
يرى عموم الإسلاميين أنهم كانوا ضحية مؤامرات داخلية وخارجية، وبين هؤلاء وهؤلاء تبقى للظاهرة أبعاد مختلفة يمكن مقاربتها من زوايا متعددة. نحن اليوم في حاجة إلى ظهور اتجاه جديد من داخل الحركات الإسلامية حان وقت نضجه أثناء وبعد الثورات العربية، هو اتجاه ما يمكن أن نسميه ما بعد الإسلاموية، وهي فكرة ليست جديدة، سبق أن صاغها من قبل المفكر الإيراني آصف بيات في أواخر تسعينات القرن الماضي لوصف التحولات في تجربة الإسلاميين في السياق الإيراني. ما بعد الإسلاموية (Post Islamism) ليست معادية للإسلام ولا غير إسلامية أو علمانية، بل هو طرح يسعى لدمج التدين والحقوق والحرية في الإسلام ومحاولة أيضا لقلب المبادئ الكامنة وراء الحركات الإسلامية التقليدية رأسا على عقب عبر التأكيد على الحقوق بدلا من الواجبات، والتعددية بدلا من الصوت الواحد، والتاريخية بدلا من الكتب المقدسة، والمستقبل بدلا من الماضي. إن مشروع ما بعد الإسلام، ما بعد الإسلاموية، هو الذي يسعى إلى أن يزاوج الإسلام مع الاختيار الفردي والحرية، مع الديمقراطية والحداثة، لتحقيق ما دعاه البعض إلى حداثة بديلة. وباختصار، إذا كان الإسلام الحركي السياسي قد مزج بين الدين والواجبات، فإن مشروع ما بعد الإسلاموية هو الذي يؤكد على التدين والحقوق. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى تجاوز الإسلام الحركي وأيضاً العلمانية الاستئصالية للقفز إلى مرحلة ما بعد الإسلاموية وما بعد العلمانية نحو ليبرالية جديدة تكون ثمرة زواج هاتين الديناميتين اللتين يجب أن تتعايشا في نفس الفضاء العام بعد إعادة تشكيله وتعريفه. وبالمقابل على القوى الديمقراطية أن تبني نفسها وتقوي حضورها، لأن الطبيعة لا تحب الفراغ، والممارسة السياسية ليست عملاً خيرياً وإنما هي تدافع للأفكار. وهنا أعرج على اليسار العربي الذي عجز عبر تاريخه عن فرض نفسه كقوة مهيمنة وفاعلة في الصراع الطبقي إلا في حالة نادرة ومؤقتة، لأسباب كان منها الذاتي والموضوعي، ليعلن هذا اليسار عن إفلاسه وزوال تأثيره بين الجماهير وسقوطه التدريجي إلى تبني بعض تياراته لأطروحات انهزامية وانتهازية. لقد أظهرت دروس الربيع العربي الكثير من عيوب الأحزاب والتنظيمات اليسارية التي سقطت في الانتهازية وخيانة إرادة الشعوب بوقوفها بجانب الطغيان والاستبداد. ولفهم موقف بعض هذه التيارات اليسارية يجب استدعاء أدوات التحليل النفسي، لأنها تعاني من الإسلاموفوبيا، أي الخوف من الإسلاميين، وأغلبها تتبنى نظرية فاشية الحركة الإسلامية، وتعتبر كل حركات الإسلام السياسي فاشية وظلامية لتبرير وقوفها في معسكر الأنظمة الاستبدادية. وأخيراً، فإن ثورات الربيع العربي حتى وإن لم تكن قادرة على تحقيق ما قامت من أجله بفعل القمع المتوحش الذي واجهته من أنظمة مستبدة ومن حركات تكفيرية، فإنها من جهة أخرى فتحت الطريق على مستقبل مختلف لبلداننا. وما زال من الضروري أن ننتظر وقتاً معيناً أكبر قبل تحديد طبيعة هذا المستقبل، ذلك أننا ما زلنا في هذه اللحظة ونحن على أهبة إقفال العام السادس لقيام هذه الثورات في قلب المعركة.
وبالرغم من كل ما نشهده من حروب وحروب أهلية وتدخلات خارجية من جميع الاتجاهات والجهات، فالأكيد هو أنه لن يعد هناك مستقبل في بلداننا لأنظمة الاستبداد بأسمائها وصيغها القديمة المختلفة. أقول ذلك من دون أن أستطيع أن أقدم مسبقاً الأدلة القاطعة على ما أنا مقتنع به، وعلينا أن ننتظر. لكن من أخطر حالات الانتظار أن يتم هذا الانتظار دون عمل، فالمستقبل الذي ننتظره يحتاج إلى شروط، وأول هذه الشروط بعد أن تسكت المدافع وتتوقف الحروب، أو فقط بعد أن تهدأ الشوارع وتخفت أصوات المتظاهرين، أن تبدأ القوى المعنية بالتغيير باستعادة أنفاسها والارتقاء بوعيها ووضع برامج طويلة النفس تتوزع على مهام وبرامج تحددها عبر مراحل مختلفة، وأن يقترن ذلك بالواقعية عند هذه القوى وتتجنب الأخطاء التي وقعت فيها أو دفعت للوقوع فيها، وفي مقدمتها الابتعاد المطلق عن العنف بكل أشكاله واعتماد النضال الديمقراطي السلمي وتجنب المغامرة في طرح شعارات غير قابلة للتحقيق وخلق أوهام حولها من دون أن تتوفر شروط هذا التحقيق. يضاف إلى ذلك ضرورة تحديد المهمات لكل مرحلة من المراحل بواقعية وعدم التسرع في خلق أوهام حول تحقيقها حتى ولو كانت الشروط متوفرة من حيث المبدأ لذلك. ولعل أهم هذه الشروط التي تتطلب نفساً طويلاً ووعياً ديمقراطياً هي بناء مشروع وطني ديمقراطي مشترك قائم على التعددية والتنوع في دولة مدنية حديثة تقوم على الفصل الواضح بين الدين والدولة، تحريراً لكليهما من الآثار السلبية للجمع بينهما وإعطاء لكل منهما الدور الذي يعود له داخل المجتمع. شكراً.